السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. فكرت قلت كيف أسوي فيديو قد يساعدنا بوضعنا الحالي. تدروا كنا قاعدين بالبيت، أبسط شيء أنه التعليم الآن أصبح إلكتروني، كل طلبتنا قاعدين بالبيوت وقاعد يدرسوا بأما استخدام اليوتيوب أو باستخدام موقع نيوتن، فأغلبيتهم راح يحتاجون يا أما الموبايلات أو استعانة بلابتوبات أو حاسبة، لأن شاشة أكبر يعني دراسة أفضل. فحبيت أسوي فيديو حول كيف تختار الحاسبة أو تشتري الحاسبة المناسب لك بأنسب الأسعار. راح أتكلم بصورة عامة، بعدها حتخصص لعزائنا الطلبة. بصورة عامة، أنت كيف عندك فلوس بالبداية وشنو غاية من حاسبتك؟ إذا كان حاسب مثلا لجيمينج، راح أتأكد أول شيء على الكارت الشاشة، و بعدها راح تركز على البروسيسر، بعدين على الرامات والهارد، اخر شيء الهارد. ليش؟ لان الرام والهارد سواء كان عندك لابتوب او راح تشتري ديسكتوب تقدر تحدثه بعدين، ولكن بالنسبه الى كارت الشاشه هو رئيسي جدا كالعاب ومونتاج وكذلك البروسيسر، هذني لازم تثبته بالبدايه وبعدين تنزل مواصفات. فانت على قد فلوسك وشوف، وانا شهريا دا انزل اسعار اللابتوبات في شارع الصناعه وتقدر تقارن وتشوف ايش عندك فلوس وعلى اي مواصفات تقدر تاخذها. هسه ننتقل الى عزائنا الطلبه. بالنسبه الى الدراسه باستخدام الانترنت على الحاسوب، اي حاسبه تقدر تستخدمها على اي مواصفات مهما كانت قديمه او جديده. ليش؟ لان تصفح الانترنت و مشاهدة الفيديو وكتابة باستخدام الطباعة لأعزائنا الطلبة في مرحلة الكليات والماجستير بالنسبة اللي ما يحتاجون إلى كثري دي مارك أو ماثماتيكال أو ماتلاب، هذين البرامج الأثقال في الدراسات ما تحتاج فقط وورد طباعة إكسل تصفح إنترنت، هذين أي لابتوب يكفيك، أي لابتوب، كل لابتوبات تشغل هذين البرامج وبكفاءة عالية. هسه نجي شلون اشتري بارخص سعر لابتوب. اذا تريد تشتري لابتوب ارخص سعر كجديده، ارخص لابتوب جهزتها جديده قبل فتره نشرت في فيديو، راح اترك رابط فيديو، 220 دولار كانت لينوفو تؤدي الغرض وزياده. اذا كنت تريد تشتري بعد ارخص من هذا، اكو انواع بالات، لا تشتري مستعمل الا من شخص ثقه بالبدايه. اما البالات فاكو بالات اوروبيه كاعتجي او اماراتيه موجوده في المكاتب، اذا كان مكتب ثقه او شخص تعرفه تشتري لابتوب وتاخذ منه ضمان باللابتوب سواء اسبوع شهر، بطاريه وشحنه راح تكون جدد ويعطيك ضمان اسبوع شهر، انت وياه تتفقون تشتريها توديها على مكتب اخر يفحصك كيها يشيك كيها اذا ما بيها اي اشكال تستعملها. اللابتوبات راح اترك عده روابط لي جوا لسوق الكترونيه يجهزوا لابتوبات موجوده في شارع الصناعه، موجوده في حي جامعه. اللابتوبات الباله راح تتراوح سعرهن من 100,000 وانت صاعد، اكو نوعيات ب 75، ذني ما ارغبهن نهائيا ولا افضل ان احد يقتنيهن لان متعوبات، راح يتعبنك ما حيشدن وياك. ال 100,000 ايضا ما ارغب، وال 125 راح تكون ذات مواصفات جيده، راح تجي ككورت بروسيسور كورت ديو رام 2 جيجا، هارد 250 جيجا، وشاشة حجم 14 سواء كان ديل لينوفو، هذه النوعيات مكومة بالسوق ما عليها عتب ككد، تصفح انترنت طباعة تقدر تشتري 125 تجيك مضبوطة، واكيد كارت الشاشة هو شير. السبورة هاي ذكرتها في فيديو سابق ايضا تقدر تستفادون منها في الكتابة، ما اذا بدأ ما تستخدم مسودة هواية تقدر تستخدم هاي السبورة ما يحتاج الى اي شيء، سويت عليها فيديو ايضا راح اترك رابط مال الفيديو، تقدر تستخدمه كمسوده وتكتب بها ملاحظاتك تحل بها الاسئله، ايضا راح اترك رابط لي جوا لعزائنا الطلبه. هذا اللي كان عندي اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناه اذا لم تكن مشترك ليصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.